السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتم اجاكم اليوم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ الفيديو كل عيد أقول أن رمضان مبارك ينعاد عليكم بالصحة والعافية آمين وشارك كل كلام خير وصيام مقبول. فكرة اليوم راح تكون عن خمس قنوات نقولون عليها خمس قنوات ما لاقت شهرة مع أنه محتواها رائع جدا، والقنوات أنا كلها متابعها ومستمتع جدا ومتابعتها ما فوت لها ولا فيديو واحد. خلينا نبدأ. أولا اسم القناة الأولى كنسل والله ما أدري اسم القناة شوي غريب. المهم صاحب القناة اسمه عبد الله مشاري الداعج، مواليد 1995، إنه حاليا عمره 24 إلى 25 سنة. يقول على نفسه إنه حاد متأمل ومبالغ وفيلسوف وكذا كذا، يعني نفسه بصفات حلوة، بس في الآخر يقول متناقض بطريقتي. يدرس حاليا بهندسة البترول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في سنة 2013، وحلم إنه يكون مهندس بترول والحمد لله حقق حلمه. أما بالنسبة ليش سمي اسم قناته كنسل، وذلك إنه في يوم من الأيام كان يشتري بلاي ستيشن 3 وكان يلح على أهله، يعني شو يقولون يلح يعني يكثر بالطلب إنه يشتري بلاي ستيشن 3، فمن اشتراها كان يشتري لعبة جراند وياه شريط لعبة جراند، فراد يسمي آي دي بالاسم، فاسم سجل ولا غلط؟ اسم سجل ولا غلط؟ فما لقى اسم غير إنه يسمي اسم كنسل. قال كيف كانت الذكرى مهمة بالنسبة له فسمى قناته على هاي الذكرى. هذه هي قناته، هو حاليا عنده 44,000 مشترك، زين يعني، بس ما لاقى ذاك الدعم اللي يستاهله مع انه مقاطع خرافية جدا، باع على مقاطع ينشر كثير ودائما ما تكون مقاطع محفزة ومحبوبة جدا. صراحة انصحكم متابعته، قناة رائعة، اتمنى انكم تشتركون قناته، خلي قناته بالوصف وخليكم وين فيديو من فيديوهات فيديو عشوائي. عجل لي فضي يا رجال تأكيد فضي لما قلت عبد الله، واحد بس يقوم يوم بس حمارة برأت انك شركة انك ايش؟ search and destroy هاي ناقش أنا الثانية ويانا بالترتيب X-Ma-God والله ما هذا اسمه غريب، أعطيك الأحرف مالها XMGGOD. تبع قناته ألعاب كذا طقطقة على Call of Duty، هو محترف سنايبر ودوم يحس المسبات من هاي السالفة. اسمه عبد المجيد، العمر 23 سنة، يقيم في السعودية من الشرق، ويحب يزعل ابتسامة، بس أنا حصل على مسبات مو طبيعية. أنت عمركم حصل اسم مسبات؟ خلنا شوي نفرفر على تشوفون شباب اسمه XMGGOD، اسمه غريب، عنده 28,000 تقريبا 29,000 مشترك، والله ما حصل على الدعم اللي يستاهله. يوتيوبر خرافي وتابع جميع مقاطع خرافية ويستاهل الدعم. خلي لكم رابط قناته في الديسكريبشن، اتمنى تشتركون فيه. اخرتها هطف 14 اخلط زعلان والقناة الثالثة معنا هي قناة ميمز، حالياً هي ميمز عراقي، يعني اسم القناة ميمز فضائي، أو شاب عراقي يحب عمل يوتيوب، يحب اسم الابتسامة، بالفعل مقاطع كلها مضحكة، بس عندي شوية فد ملاحظة صغيرة على قناتي، إنه قناة المفروض يحطوط على بعض اللقطات، بعض اللقطات يكون فيها كلام بذيء يعني، وموجه يخلي طوط عليها، المفروض يخلي على طوط ملاحظتي، أتمنى لو أشوف الفيديو. قناته مضحكة جدا ومستمتع في كل فيديو جاي نشره. خلي لكم رابط قناته في الديسكريبشن، اتمنى تشوفوها. خلونا شوي نفضفض على قناته. شوف الشباب عنده 78,000 مشترك، زين دعم زين له، لكن مو اللي يستاهله، مقاطع مضحكة والله اللي تستمتع بكل فيديو على قناته. خلي لكم رابط قناته في الديسكريبشن. قناة الرابعة قناة جوك،
هاي ايضا قناه بيبيس، وانا سابقا اشرت هاي القناه في مقطع افضل قناه بيبيس اللي تجب عليكم مشاهدتها. هذا يوتيوبر تقريبا ما اعرف مغربي، تقريبا مغربي جزائري، هو لهجته شويه غريبه، انه يشوف مقاطع بيبيس ومقاطع تيك توك ومقاطع عن مصر بشكل. وانا والله اقسم وبحق شهر انه فوت ولا فيديو واحد، ولا فيديو واحد من مقاطع حلوه. انا يبي ينشر ايضا يكون اول واحد يشوفه. قناته رائعه جدا، خلينا شويه نفرفر قناته. مثل ما تشوفون شباب عنده تقريبا 40,900 مشترك، 900,000 مشترك. قناته حبيبي مقاطع تيك توك عميقه ومضحكه جدا، انا اسحق مشاهدته. حلقة ميمز جديدة، ميمزكم الرهيبة وكل شيء في الحياة. بعد الإفطار كده نصور فيديو، ليش تحطين وردة على صورتي؟ لأسباب أمنية وأخاف على جمال صرطة. ما أدري فضي ما أفهم هذه المنطقة، لماذا أخاف على جمالي وأسباب أمنية تفهم يعني. القناة الخامسة قناة جيم ليكس، هي قناة شوية مختلفة، قناة تحميل ألعاب، وهاي الفترة قاطعة عن القناة، لكن قناة مفيدة جدا، وأنا كل الألعاب اللي ألعبها أحملها من هاي القناة، قناة موثوقة جدا، والرابط يعطيك أكثر من رابط، ما يعطيك رابط واحد فقط، قناة رائعة جدا. خلونا شوية نفرفر بقناته. مثل ما تشوفون شباب عنده 14,600 مشترك، قناة رائعة جدا وتحميلاتها مضمونة ومو بها أي أخطاء، وأنا معظم الألعاب اللي ألعبها في البي سي حقي هي من هاي القناة، قناة رائعة. أتمنى أن تدخلون وتشتركون في القناة، خليكم رابط قناتي في الديسكربشن. وإلى هنا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك دعما لنجل نقدم الأفضل، وإن شاء الله رمضان مبارك عليكم، تحياتي لكم في أمان الله. وقبل أطلع من الفيديو، اكو شيء تلقاه لونه احمر جوه، اتمنى تخليه لونه ابيض في امان الله. تحياتي.